مين اقرب اللعيبه ليك بقى؟ معلش اتفضل. مستر سليماني حبيبي، مستر موسيماني حبيب قوي. احط ايدي جمالي، قال انت بركه وش تساعد عليا. قال لك انت بركه، انت بركه وش تساعد عليا، واما وش تساعد عليا، واما ابن النادي. وقلت له انت عبد الحفيظ، استاذ عبد الحفيظ بتحبه؟ بحبه قوي. قوي بعشقه. انت بس احنا كنا شايفينك على فيديو كده بتقول لموسيماني رجع كهربا. نفسك نفسك كهربا يرجع. نفسي البونت انا حاجه. البونت العالي البونت العالي كهربا، الفولت العالي كهربا. حبيب قلبي. ده حبيب قلبي. اخويا والله. طبعا طبعا ده اخويا. مش هتسافر؟ ما سافرتلوش تركيا؟ ما معايا جبور الباسبور. معايا الحمد لله خلاص. نقطة ايه؟ التأشيرة. تأشيرة. تاخد التأشيرة وتسافر له. والله. ما خلاص في اليوم 4 أيام وجاي. والله؟ وعمه عمه هنروح المطار هنستقبل محمود كهربا البونت العالي. بحبه. عمه هيروح يستقبل محمود كهربا. البونت العالي. الفولت العالي. حبيب قلبي. حبيب قلبك. فهتروح تستقبله في المطار. إن شاء الله. وهيجي إمتى؟ 4 أيام. كمان 4 أيام. إن شاء الله. وأما هيستقبل مين؟ البونت العالي. وأما هيستقبل هيستقبل البونت العالي. وانت اتبسطت بقى لما الكابتن خطيب ادالك الكارت التذكره؟ مين؟ مدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي. ده حبيبي برضه. اداني كل حاجه، اداني الكلمه بتاع المنتشر. اداني الشرك، اداني الكلمه بتاع المنتشر والشرك. انا عايز اشكره، اشكره جامد جدا صراحه، ده حبيبي. واشكر محمود كابتن بيبو خطيب حلم حياتي الكنيدة. حلم حياتك. انت عشان كده مبسوط. صراحة. هو الكابتن مبسوط بان هو عمل لك حاجة. هو اتبسط بيا صراحة. طبعا طبعا. ودكتور سعد، انت عارف الدكتور سعد؟ وافيه يا رب. انت عارف الدكتور سعد شلبي النهارده كان قايل لي يا اسلام انا عايز اعمل مداخلة مع قمح. بس هو لا، هو يعني عشان كان جاي من السفر الساعة 6 الصبح. ربنا يعينه. وسافر ورجع فنام بدري. ربنا يعينه. بس هو يعني بيوصل لك سلامه. وبيقول لك ان يعني اي حاجه انت تعوزها هو موجود على طول.